الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. يعني نبدأ بالعقيدة عشان ننتهي اليوم إن شاء الله من مبحث الإيمان بالرسل، ولأنه من الأهمية بمكان. قبل أن احنا قلنا أن الله تعالى بعث الرسل، لما بعث الرسل يا أستاذ أصول الدين؟ لكي ما انت بقى عايش قصص، انت عايش، انت بتدرس اصول الدين قصص. اتفضل. فجاي يدل الناس عليه ويعبدوا الناس لرب الناس وينشروا التوحيد بين المسلمين بين الناس. يا سلام يا سلام، انا قلت لك انت اليق بك دكه او مصطبه. يعني فاهم؟ طبعا انزل الكتب وارسل الرسل من اجل تحقيق قضيه الكون الكبرى والتمايز بين اهل الايمان واهل الكفران. اجمالا نتكلم عن الوظائف. احنا قلنا بان الايمان بالرسل لابد ان تؤمن بالتفاضل بينهم، فاضل الله بينهم، وبينا الحكم الكثيره في هذا الايمان، ثمره اعتقاديه وثمره ايش؟ تعبديه، لان الموالاه والنصره دي ثمره تعبديه، الموالاه والنصره ثمره تعبديه. فالتفاضل هنا يجعل لك ايضا تفاضل الامر، يعني نصرتك لابي بكر لابد ان تكون اشد من نصرتك لعمر. انا بينت ذلك، مش يعني ما بتكلمش على الانبياء ادبا، بنزلها لك لمساله الموالاه والحب والبغض في مساله تفاوت الايمان. يعني انت مناصرتك لعثمان تكون اشد من علي، مناصرتك لعمر تكون اشد من عثمان، تبعا للولاء والايش والبراء على تفاوت الدرجات. نعم. لا يبحث فيها. والناس كتب عنها ظننت اللي هو بيقول كده بيبحث مدى سد الذريعه عشان تنقيص، عشان مساله تنقيص. هو عامه يعني من قال بذلك فقد اخطا الرميه. هو ما صرحش، انا فهمت كده. لكن هو مخطئ طبعا. وبعدين اصلا كيف نسكت عن شيء تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال انا سيد ولا ده. تكلم به القران. انت رسول فضلنا وضلنا على بعض. لكن هذا ابحث هذا افضل، هذا ومحمد خير رسول. وهذا خطا، لان بيتبعها ثمره عقديه وثمره ايش؟ تعبديه. لا تبحث اكثر من ذلك، لان تعظيم النبي. فهمت انا فهمت. انا فهمت، لكن انا اقول له الان هل يتبعه ثمره او لا يتبعها؟ اجابتنا عليه في هذا الباب. لو كان اثبتنا التبع في ثمره تعقديه وثمره تعبديه يبقى وجب ان نبحث. لان الثمره التطبيقيه التعبديه لا تكون الا بشرع النبي صلى الله عليه وسلم. ما احنا نقول له حتى ولو كان، لكننا سنبين ان موسى عليه السلام افضل من عيسى، لابد ان تبين ذلك، ولان موسى له فضل على الامه لا لم يتفضل به حتى ابراهيم في فضل على الامه في هذا الباب. مساله الصلاه والمراجعه، مساله الصلاه والمراجعه. فعامه قلنا فاضل الله بين الانبياء، وقد صرح الله بذلك، قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى. وهذه كانت لها أجوبة ثلاثة. أول هذه الأجوبة أنه لم يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل منه، مش لمطلق التفضيل، لا، لأنه هو نزل عليه الآيات تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وبين ميزات التفضيل. قال وكلم الله موسى تكليما، لكن قال لا تفضلون على يونس متى لم يوحى إليه أنه أفضل منه. هذه الأولى. ثم بس خلينا بس نكمل بس التوجيهات. نفس الحديث الراجل اليهودي لما سيدنا ابو بكر الوطن. طب اسكت بقى، الله يكرمك، ما اقول لك اسكت بقى، ما انت عارف شيء قبل اواني ايش. نعم. والثاني انه يعلم انه افضل منه، لكنه نهى عن التفضيل الذي يلزم منه التنقيص. نهى عن التفضيل الذي يلزم منه التنقيص، لانه لما يقول فلان افضل من فلان يعني موسى افضل من عيسى، كانه ينتقص من ايش؟ من قدر. ودي بقى احنا بنتجنبها، ونقول وكلهم في الفضل سواء، وهم خير الناس على الإطلاق، ومع ذلك فاوت الله بين الدرجات، ولذلك قال وفي ذلك فليتنافس. الله يحب هذا الفضل ولا ما يحبه؟ يحبه. أهو شو أنت بتتعبد الله بشيء يحبه الله جل في علاه، لأن ما أحبه الله جل في علاه جعله. الله تعالى أحب موسى أكثر من حبه ليش؟ لعيسى. وده هذه ثمرة عقدية في هذا الباب. لكن أن يفضل ويكون التفضيل
يلزم منه إيهام التنقيص، هذا الذي نهى عنه الإسلام، لا تفضلوني بما يوهم الناس في هذا الباب، أو يكون التفضيل سببا للنزاع كما حدث بين موسى وعيسى في اليهودي عندما قال ورب موسى، قال ورب موسى ومحمد موجود ولطموا على ذلك فنهى. ومع حقيقة الأمر نقول هذا التوجيه في قوله لا تفضلوني، مع أننا نقر بأنه سيد ولد آدم ولا فخر، وهو الذي قال بيدي لواء الحمد يوم القيامة، وقد أظهر الله فضله على الجميع، ولذلك الجميع كانوا يحيلون عليه. أهم وظائف الرسل في هذا الباب البلاغ المبين. التالتة ها؟ التالتة تاني ايه التالتة تاني يا جماعة، أمام الصف الفصل دي بحاجة تؤذي جدا، واحد بس يتكلم وينتهى. الذي يوهم بالفساد يعني يورث الفساد ذات البين، وهذا حدث عندما قال اليهودي ورب موسى، قال تقول رب موسى ومحمد بين أظهرنا، وصفعوا على وجه. هذا مع الإقرار بالتفضيل، مع الإقرار بالتفضيل. طب ما هي الثمرة التعبدية؟ منها أولا أنك تحب من أحبه الله أكثر من غيره، ده تعبد هو أنت مش فاهمه، يعني أنت أصلا حبك للنبي ده عبادة، على أن الله بيحب النبي أكثر من الأنبياء، فتحبه أكثر لحب الله له إيش أكثر، مفهوم؟ ما أحد يقول لي طب ما الثمرة أن أنا أحب اللي بيحبه الله وخلاص، لا، الدرجات تفاوت أيضا، الدرجات تفاوت أكثر. الآن أبو بكر أحب إلى الله أم عمر؟ أبو بكر. أنت الآن يلزمك إيمانيا أن تحب أبو بكر أكثر من عمر، ليه؟ لأن الله يحب أبو بكر أكثر من عمر، لأن الميزان عندك أنت بتحب النبي لا لأنه النبي اللي هو محمد يعني كذات، بل لإيش؟ للنبوة والرسالة، للنبوة والرسالة. هات الشبهة، ما انت ام الشبهة، ده انت منبع، ده انت ينبوع الشبهة. ما كانش عادي بعد بيه هات اخي اتفضل. ليه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعد نبي لكان عمر ولا ما يكون كان ابي بكر؟ لو كان بعد، لكن هو اصلا في توقيته لو لم تنزل رسالة عن محمد نزل على ابي بكر. ليش؟ للمطابقة في الخلق والديانة. انا ما قلتش الدلال، بقول لك مطابقة ابي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. في مخالفات عمر لابي بكر للنبي، أبو بكر كان فائل كيف؟ كان موافق ولا مخالف؟ كل شيء كان موافق للنبي، حتى في مسألة الكونية كان موافق للنبي. حتى لو كان في خطأ يعني. استغفر الله. معذرة خطأ في التطبيق. المهم إن أنا بتكلم على أساس إن الموافقة تامة كانت بين أبي بكر وبين عمر. لو كان عمر أفضل من أبي بكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه عند المخالفة هذه الشدة. ما قال له إن ده صاحبي وأنت مش صاحبي، وما قالوش أنت مش صاحبي طبعا. قال هلا تركتم لي مش هم أصحاب ولا مش أصحاب؟ لكن تفاوت الدرجة، درجة نبوة أعلى من أي حاجة. ما هو أنا بكلمك في هذا، لو كان كما تقول أنت لقدم النبي أبا بكر عمر عليه على أبي بكر، ومسألة كانت فاصلة دينا، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وش قال؟ وش قالت حفصة؟ وش قالت عائشة؟ مر عمر، أبو بكر رجل أسيف أبى عليها، فجاءت حفصة فقال إن كنا صاحب يوسف، صح كده؟ يعني ما قدموش. أنا أقول يعني هي احنا خلينا نتكلم في شيء واحد فاصل في هذا الباب. قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الانبياء والمرسلين على خير من ايش؟ خلاص ده فاصل الخطاب انه اكبر افضل من عمر، فاهمني؟ فانت لو قلتها في حق عمر ستقول يبقى هي في حق ابي بكر من باب ايه؟ بس هي فهمت هذا التقدير. فنقول خلونا نمشي، ما حدش يقاطعني الا في سؤال مستشكل بس. وظائف الرسل البلاغ والبيان، ودي انا اركز عليها من اهم ما تكون من وظائف الرسل، ثم بعد ذلك حق النبي على الامه، وهذا امر جلل. حتى لو ارجعنا تعليم الاسماء والصفات لان هنتكلم فيها ان شاء الله نشرحها، لكن لابد هذه المساله العقديه ننتهي منها. البلاغ والبيان، البلاغ والبيان، والنبي صلى الله عليه وسلم اتم البلاغ بأبي وأمه. اولا هذه الوظيفه، قال الله تعالى انما، اسلوب حصر وايش وقصد، انما على رسولنا البلاغ المبين، انما على رسولنا البلاغ المبين، ما على الرسول الا البلاغ. ولذلك قال الله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك، لم تفعل فما بلغت والله يعصمك
من الناس. قال بلغ. طب هو بلغ ولا ما بلغ؟ تعال ننظر ننظر ننظر، بلغ ولا ما بلغ؟ أمره بالبلاغ صح. وقال ولو تقول علينا، يبقى تقول قولا، قولا أو إيش أو منعا، يعني سكت عن شيء يبلغه أو زاد في شيء إيه داخل في هذا البلاغ. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين ثم أقطع منه وتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وهل حدث ولا ما حدث؟ يبقى إذن بلغ ولا ما بلغ؟ بلغ. ولذلك لما جمع الصحابة جميعا قال أنتم شهداء، شهداء الله في الأرض، هل بلغت؟ قالوا قد بلغت. فقال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد أنني إيش بلغت. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم تمام بلاغ، هذه الوظيفة الأولى وقد أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الأشاعر والجهمية والمعتزلة فطعنوا في بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم. بس افهموا تعقلوا، لم يطعنوا تصريحا، ده اسمه لازم، من لازم قوله، من لازم قولهم، إذا التزموا به هم بقى وأحسن الله خافوا وفروا. قلنا طب أنتم اللي بتفعلوه هو هذا، طعنوا في البلاغ لأنهم قالوا لم ينزل، لم يضحك، لا يكره، قالوا لا يتكلم، ليس له صوت ولا حرف في الكلام. فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، طعنوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ فيها في كل هذا، فطعنوا في بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم. لازم قولهم بذلك، نقول لهم ما تقولون في عيني، ها في كلأي ورعاتي، بيدي بقدرتي ونعمتي، طب النبي ليه لم يبلغ؟ مش ده طعن في بلاغه؟ احنا قلنا خلاص، انتم قلتم ان المعنى في انه في عيني، في كلأي ورعاتي، بيدي بقدرتي. طيب ده هو ده الصحيح؟ قال نعم هو هذا الصحيح، وهذا ليكون كما قال قائلهم نفر من التأويل، اقصد نستخدم التأويل فرارا من التجسيم. حافظين بقى 340، حفظوا 3340 علم، ومش علوم كده، حفظوا كل العلوم، علوم الجنون وعلوم الحنون، حفظوا كل العلوم وضليتهم في باب العقيدة، ايش اللي عندكم أذاك؟ وقال فرارا من التكسيم، اي تكسيم؟ يبقى ربنا ما بلغش وانت بتبلغ، يبقى انت، يبقى الله تعالى ما بلغش النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا. ها ها هم يقولوا ما ده افهام الصحابه، ده طعن، ده احنا طالعين هو طعن في الصحابه، طعن في الذين قالوا قد بلغت. ما انا بقول اقول لحضرتك، يبقى طعن في الصحابه، ان الصحابه عقولهم لا تحتمل ان بلغوا، يعني كتب، يعني كتب، يعني كتب ما بلغش، اهو لازم قولهم ان هو ايه كتب ما بلغش. يا جماعه ائتونا باثاره من العلم ان اليد قدره ونعمه، ائتونا باثاره من العلم، ما في عندهم شيء. ولذلك هيعمل ايه بقى؟ لا، هيستدعي سوري البابلي ويكلمك بايه؟ بالمنطق. وانت اصلا انت لم تفهم كلامي، انت يا ابني نصحوني، انا بعتوا لي نصيحه، يا ابني اسمع للرازي وافهم كلامه، يا ابني اسمع الرازي وافهم كلامه، افهم كلامه. لا لا، احنا نعلم الف الرازي. قل بقى ده بيقع في الكبار في هذا الباب، يا راجل ده انت بتقع في النبي، يا راجل ده انت بتقع في النبي، بتقع في النبي في الصحابه، تقول يقع في الكبار، يا مغفل يا غبي. فتعلم، انا انصحك، انا ابين لك ان العقيده المنحرفه التي انت فيها ستضيع وتضيع الشباب، كل الشباب، الشباب الصغار كلهم هي كده، ما هي مساله ضحك على 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 صغار العقول. واحفظ يا ابني والعلوم وستكون لك، وانت بقى تقعد تسمع وتحسب انك ايه. خلاص طيب، انا كنت بقى على رجل اخذ منه اجازه، كان من شنقيط، ودخل فوقف عند حديث، قال لي ما معناه؟ قلت له الحديث فيه فقه مسائله 1 2 3 4، انا كنت بقرا فقط عشان اخذ الاجازه. فقال لي يعني لما يعني تقف على مسألة الصفة والمسألة هينا؟ وقلت له شوف أنا هقول لك ده فرق بيني وبينك، لكن لا هاخد الجهاز، هاخدها عجيب، هتعمل الرات واحد من شمال هاخد يقتلك يعني، فهم؟ فقلت له هذا ضلال مبين. قال لي اتق الله، هون هون. قلت له هون، مفيش هون، مفيش هون في العقيدة، مفيش هون، ها مفيش هون، تعالى اقرأ، انت مش حافظ كتاب الله؟ اقرأ دي الآية، اقرأ هذا الحديث، من وين اتيت باللي انت بتقول به؟ فقط ما اريد منك شيء، انا جالس هو معك بقرا لك السند، هات لي واحد من اهل السند اللي احنا قراناه دلوقتي ياتي بما قلت به. ضرب 5 أسداس. قال الرفق، الرفق، الرفق خير، الرفق خير يا محمد، الرفق خير. قلت الرفق خير، الرفق خير، الرفق خير في ايه؟ العقيده مش حاجه اسمها الرفق خير، كله حلو كله كويس. اه ما هي دي، هم عايزين، هو ده اللي الشيخ محمد اسماعيل قال لي، ذلك قال لهم عايزين واحد يطلع يقول لك بوز ده وبوز ده وكلهم حبايب والمساله. يا عم ما هي جمع، يا عم انت هتنفر ناس منك ليه؟ لكن انت اصلا يا استاذ هترضى بصفه النقص في الله؟ يا جماعه افهموا، ده وصف نقص لله جل في علاه، اهو طعن في البلاغ.
طعن في البلاغ، ما بلغش النبي انها قدرتي ولا ايش نعمتي، يبقى ده طعن في البلاغ مش طعن في البلاغ، لازمه طعن في البلاغ. هذه اول شيء قال لك والمصالح والمفاسد. انت اطلع ارجع بقى للمنطق تاني عشان اخد لك الاصول. طيب اذا 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 البلاغ قد بلغ، الجهميه قالوا ما بلغ لازم قولهم، يعني الاشاعره قالوا ما بلغ لازم قولهم ايضا، والمعتزله قالوا ما بلغ، والنبي قد اتم البلاغ. ودي تفيدك جدا علميا. كيف بقى تفيدك جدا علميا يا حبيبي؟ يا رب اتيني بعقول تفهم صريعا. هذه تفيدك عقديا جدا، عندما يعترض عليك ويقول ينزل امره ينزل ملكه، ستقولون ايش؟ اولا نعتقد بان نبي صادق مصدوق وانه قد اتم البلاغ ولم يبلغنا ان امره ينزل او ملكه ينزل. من وين اتيتم بهذا؟ بس وصلت عليهم كل شيء، سد عليهم كل شيء. ما بلغش، ما بلغش يبقى ايه؟ يبقى مش هو ده. ما بلغش يبقى ده مش من الدين، ما بلغش يبقى هذا ليس من الاعتقاد، ما بلغش يبقى ده مش هو ده كلام رب العالمين. لان النبي احنا اعتقدنا انه اتم ايش؟ اتم البلاغ في هذا الباب. ومع اتمام البلاغ الوظيفه الثانيه مهمه جدا، تمام البيان، وده ايضا طعن فيه. المنطق مش عارف يوصل لهم المعلومه دي. اه طبعا. وحاجه اسهل مما يكون، اسهل مما يكون. الوظيفة الثانية البيان، تمام البيان. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فذة إلا بينه. قال أبو موسى وغيره: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا عنه الخبر، إلا أخبرنا عنه الخبر. لما سألوه عن عن مسألة الخيل أو الحمر، قال لا 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 أرى فيها إلا هذه الآية، ما أوحى لها فيها إلا هذه الآية الفذة الجامعة، وهي ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيكون الوظيفة الثانية وظيفة البيان. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. ومن السنة أيضا دليل على ذلك، من السنة دليل على أن الوظيفة الثانية البيان. وش هي؟ من السنة الدليل بسرعة. ممتاز، أحسنت. ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. ألا وإني قد أتير القرآن ومثله معه وهو بضمير. قال تعالى: لا تحرك به لسانك تعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه. ها؟ ولتبين الناس ما نزل إليه. الذين آمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم، التمرس عملي. الذين آمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قام أبو بكر وغيره قال: يا رسول الله أينا نظلم نفسه؟ لا لا لا، كلنا صاحب معصية ونشهد الله أننا أصحاب زلل ومعصية ونستغفر الله. قال يا رسول الله، قال رسول الله: وأينا نظلم نفسه؟ كده ما فيش أمن وأمان، لا أمن ولا هداية. شوف فهمه حتى في مسألة التقصير واللغة الصليقة على العموم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هذا من باب العمل الذي يرد به الخصوص. لا، ألم تسمعوا قول الحكيم لابنه: يا بني لا تشرك بالله. يبقى إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم هنا معنى إيه؟ بشرك، بشرك. أولئك لهم الأمن، وقانون تامية، الأمن التام والهداية التامة منوطة بإيش؟ بالتوحيد التام. كلما يقل هنا يقل هنا، كلما يقل هنا يقل هنا. عموم آيات الظلم لا لا، هذه الآية بس، هذه الآية. طب آية إن اعتدنا للظالمين نار على حطب سرادقها. خلاص، هو ده ظلم، الظلم الأكبر هو. يعني ده الشرك. ده طبعا، ده الظلم الأكبر. بالي الظالم في الأموال. السياق من البشراء، من المفسرات أيها اللغوي الكبير. نعم. ومن وظائف الرسول البشارة والنظارة. والبشارة والنظارة هذه لفقه الدعوة يعني. والكلام على طريق الترغيب والترهيب. هذه لفقه الدعوة. أن تبشر وأن تنذر، بشارة ونظارة. لكن إيه؟ على قياسها، على ضابطها، على وزانها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وهذا النفي والإثبات أستاذي الكريم يفيد الحصر والقصر، يفيد الحصر والقصر. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وأيضا من وظائف الرسل إصلاح النفوس وتزكية النفوس. لذلك طبعا انا بكتفي بالاشارات لان انا عايز الاصل الاصيل في الاعتقاد. قال حنظله: خرج جابر، تاخرت، خرج فقال: نافق حنظله. قالوا: وما نافق حنظله؟ قال اجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم
كأني أرى النار رأي العين أو الجنة رأي العين. فإذا ذهبت إلى البيت عفسنا النساء والأطفال، يعني نسينا بقى كل هذا. فقال أبو بكر: إذا نافق أبو بكر ما تراه نحن. وعمر قال: إذا نافق عمر. فذهب ثلاثتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا حنظلة ساعة وساعة. فقال: يا حنظلة، لو بقيتم على ما أنتم عليه فيه، يعني في المجلس بحضور الملائكة، لصفحتكم الملائكة فين؟ في الطرقات، في الطرقات، في الطرقات. فتزكية النفوس، وطبعا أعظم تزكية تكون في المجالس. قلت لكم بشعر بأنني في جنة مع إخوتي، والإخوة أصلا الأخوة في الله والمحبة في الله الصادقة تظهر وتتجلى في هذا. والله يحبكم في الله جدا. فهذا هذه الأخوة في الله لا تجدها إلا في مثل هذه المجالس، مجالس العلم. والملائكة تحفنا الآن ويذكرنا الله تعالى بالثناء الحسن في الملأ الأعلى. أي فضيلة تداني هذه الفضيلة؟ قصور لا تساوي شيئا بمثل هذا. لذلك قال كثير من العلماء: لو علم الملوك وأبناء الملوك من المبارك وغيره لجالدون ما نحن فيه من الخير، لجالدون عليه بيش بالسيوف. أم هارون قالت ذلك، قالت: ما كوكبة أمير المؤمنين؟ قالوا: لا. من هذا؟ قال: ده ابن المبارك. قالت: والذي نفسي بيدي، هذه الخلافة، خلافة ده، هذه الخلافة. وده صحيح، لكن هذا عند العقلاء، طبعا عند العقلاء. لكن الذين أفسدوا على الناس احترامهم لأهل العلم وجرؤوهم عليه سيتذوقون نارا في بطونهم أمام الله جل وعلا. أنهم جرؤوا الناس على أعراض أهل العلم وعلى الاستهزاء بهم وعلى اتهام نواياهم، كل ذلك من أجل الفكر الذي يعتنقونه. وهذه والله عند الله لا تفوت، والله عند الله لا تفوت، والله لا تفوت. لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ولأن الجرأة عليهم جرأة على النبي صلى الله عليه وسلم لو فهموا ذلك وفقه بذلك. إصلاح النفوس، وهذه من أهم وظائف الأنبياء، وفيها ارتفاع سهم الإيمان. قال ابن عمر رضي الله عنه رضاه: تعلمنا الإيمان، أن يحيا قلبك بالإيمان. تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فجاء نور القرآن نور الإيمان فازداد نورا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي قلوبه، يربي قلوبه. لذلك عبد الله بن عمرو العاص لما ذهب الرجل وقال له: أنت لن تجد عندي لا كثير صلاة ولا صيام، لكني ما حسدت أحدا على شيء أعطاه الله إياه، وما أبيت وفي صدري لأحد إيش. قال: والله الذي لا إله وهذه الذي لا نستطيع. النبي كان يربي قلوبه، يقول له: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، لا أنتم سواسية سواسية. ويقول: لا تلعنوا، لا تعين عليه الشيطان، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. ويحتضن الآخر فيقول له: يعني من يشتري مني العبد؟ فيقول: تجدني كاسدا. قال: لا والله، إنك عند ربك لست إيش، عند ربك لست بكاسد. تربية النفوس والقلوب، كان الأصل في هذا تربية القلوب. إخوة قال: علم صعب، وعمال يتكلم في الأصول والقواعد، فين تزكية النفس؟ قعد 30 سنة يزكي النفس، طلع لنا مشوهين يستهزئ وينتقص وحقد وحسد وبلاوي سوداء في القلوب ما يعلمها إلا الله جل وعلا. أين تزكية القلوب؟ كان الشيخ عبد الطيبة تفضل الله عليه برضواني من رجل نبيل زاهد عابد فح، كان يقول: ورقة القلب أعرفها من القصاص. يعني يقول كتاب الحدود في الفقه بيرق القلب جدا، شوف دماء بيرق القلب، ها دي نعومة نعومة النظر، نعومة النظر في هذا الباب، هذه تزكية النفوس. أيضا من أهم وظائف الرسل إقامة الحجة. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. علم الله من أعدائه أنه يأتون بخيلهم ورجلهم، نعم، ويأتون من كل حدب وصوب يعترضون على الأنبياء، فأرسل الأنبياء حجة عليهم. لأن الله قال: لقالوا لولا أرسلت لنا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولذلك قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإقامة الحج، يعني تقول لي: طب ما هو فرعون، ما أبو جهل، عتبة بن ربيعة، وعلموا أن الحق مع الأنبياء. نعم علم، لكن لما؟ ليخرج الله معلومه في إيش؟ فيه. ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هو عالم، يعلم ما شاء ما كان وما يكون. قلنا هذا إخراج المعلوم فيه،
لانه لو حاسبهم على علمي لكانت لهم الايه الحجه لولا ارسلت لنا. احنا هنتبع ونكون صح كده في هذا الباب. لا ارسلنا عليكم رسول. ولذلك قال وان منكم وان من امه الا خلا فيها نذير. كلما في سوره تبارك كلما القى فيها فور سالهم خزنة الم ياتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا قلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال. فهذه اقامه حجه على الجميع. سيدنا موسى وواقف امام فرعون نظر الى حجته وتقلباته قال واني لاظنك يا فرعون مذبورا انت يرد بك الهلاك والله. ما هي معروفه لان هو اصلا قبلها قال له كل شيء بصائر عنده. قال لقد علمت. شوف بدا يقينه لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والعرض بصائر واني لاظنك يا فرعون يا شيخ يعلم يا عم الشيطان دق على الباب قال من قال يا ابن الخبيث يعني قال ايها الخبيث تدعي الربوبيه ولا تعلم من بالباب يعني انت وتقول لي وتقول ما تدعي الربوبيه انا ربكم الاعلى وما انت عارف من بالباب. هو هذه مشكله كبيره. وايضا من اهم وظائف الانبياء سياسه الامم وجرهم الى ربهم جل في علاه. يسوس الامم. لذلك ما من نبي الا وراعى الغنم. من نبي إلا وراء الغنم. وكان لنبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الحظ وأوفر النصيب. وكان نبينا أعظم الحظ وأوفر النصيب من كل شيء ومن التحقيق من تحقيق الوظيفة. فكان نبينا من أعظم الحظ وأوفر النصيب. لذلك لا نبي بعد. خلاص ختم الله به الأنبياء لأنه أكمل كل البنى المشيد العظيم أكمله بهذه اللبنة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان قد بلغ الرسالة وأتم البيان فله حقوق على هذه الأمة. فهل السؤال المطروح عليكم بقى هنا خلاص آمن النبي وصدق نبي الله الحمد لله منه هل أديتم حق النبي عليكم أم لا؟ السؤال المطروح للجميع أريد الإجابة منكم. ما ده تقصير حق النبي. ده تقصير حق النبي أصلا. نعم هذا تقصير حق النبي. فالسؤال المطروح ولابد أن يطرح هل أديتم حق النبي صلى الله عليه وسلم عليكم؟ سألوا أنفسكم وتنظروا. يا رجل تكلموا في صحابته ووقفتم مكتوف الأيدي. تكلموا عليه هو استهزاء وانتقاصا ووقفتم مكتوف الأيدي. رأيت الناس قد خرجوا وضجوا على عجين من قمح ولم يسكتوا حتى أتاهم العجين. ثم سكتوا عن استهزاء بصحابة النبي وطعن فيهم وسكتوا عن طعن في الكتاب وفي النبي صلى الله عليه وسلم. أن تفلح هذه الأمة. أن تفلح. كيف تفلح؟ كيف؟ أين تعظيم النبي في القلوب؟ أين توقير النبي في القلوب؟ أين تعزير النبي في القلوب؟ لتعزروه وتوقروه وتسبحوه، سبحوه إفرادا لله جل وعلا. توقروه وتعزروه للنبي. ولله جل وعلا يعني تعظيم النبي ونصرة النبي. أين نصرة النبي فيكم؟ أين نصرة النبي فيكم؟ لو وقفنا جميعا أمامه في عرصات يوم القيامة وسألنا جميعا سؤالا واحد ماذا فعلتم بسنتي؟ بس هذا السؤال الذي سنسأل فيه ماذا فعلتم بسنتي؟ لا والله استعوذ بالله لا والله ولا أساوي تراب الأمادي الذين حافظوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أين تكونون؟ كيف إجابتكم له؟ بما ستقولون له؟ تعلمون أنكم في عرصات يوم القيامة الآن والله جل وعلا يعني يراكم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو استدار ليسقيكم من حوضه الشريف. طيب كيف ستجيبونه لو قال ما فعلتم بسنتي؟ ماذا تقولون؟ الإنسان لما بيقول قال رسول الله بيتوارى بيخاف. ليه؟ لأنه مش تنويري لانه مش مدرن مش شيخ كيوت. طيب وصاحب المذهب يقول لك السنه مع اهل السنه ماتت مع الذين ايش مع الذين ماتوا. ولذلك تراه غبي ما يعرفش يتعامل مع الادله ما يعرفش كل ما تجابه بحديث يسكت ويقول لك ما فيش حد يحل ده لو ما فيش جنايه في اللي علموه انا اربى باللي علمه ده انا اخاف لانه حبيبي اربى عليه يوم القيامه من عقاب الله انه طلع واحد مغفل غبي بس هذا الغبي الذي قال ولا يحل لأحد أن يتكلم بحديث النبي أقسم بالله قال ذلك.
قال ما في احد يحل له ان يتكلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بقى عشان يبين المعاذير يقول لك لا، لان في اصول بلاغه واصول، فاهم ازاي؟ اللي هو الهوجه اللي بتطلع بيضحكوا بيها على عقول الناس. يا شيخ اصلا اللغه، لو احنا عجم احنا عرب اصلا وهنفهم العربيه من غير حتى ما نتعلم. وبعد ذلك ينضبط الامر باستقامه اللسان واستقامه الفهم بايه؟ بتعليم، بتعليم اللغه العربيه بلساني، بلسان اهل اللغه العربيه. فالحاصل اننا يعني نخشى 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 من يعني الخذلان بين يدي الرحمن عندما سالنا الرسول العدنان ماذا فعلتم بسنتي. وطبعا حقوق النبي كثيره ليس السنه فقط. اذا مع الامام بن سلام وبالرسل لهم حقوق، اما الرسل فحقوقهم ان تصلي عليهم وان تؤمن بهم جميعا والا تفرق بينهم. قال الله جل في علا الذين يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، قال عنهم ايش؟ اولئك هم الكافرون حقا، حقا اعظم الحقوق. نعم، اولها الايمان المفصل به، فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا. فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. الايمان به، لكن الايمان به فيه لطيفه لازم تقال، وش هي؟ ردا على الضلالي. طالما قلت ردا على الضلالي سهل جدا بقى الرد. يا استاذ احمد، لا يعني طب خلاص كملها فيما نحن فيه، ده حق النبي. عموم رسالته، عموم رسالته، هو بيقول من وحد الله وآمن بأي رسول يدخل، يعني كفر بالنبي مفيش مشاكل، هذا الضلال المضل وهذا كفر مستقل، بل هو كفر أصلا، وأبو حمالة كفر. وأنا بقول ذلك من أجل أن يسمعوا وتبرأ ساحتي أمام الله ادخلوا الإسلام، قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. أبو حمالة استهزأ بالقرآن واستهزأ بصحابة النبي وقال بأنه مجتمع فيه تحريش. طب وسيدهم بقى اللي شاف التحريش ده لما يسكت يبقى اسمه ايه؟ قولوا لي بقى في ذلك. رأيتم كيف الجرأة على النبي وعرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدول انتهوا. فنقول الآن الإيمان بالنبي وبعموم رسالته، ودي معناها أن النصارى كفرة واليهود كفرة ومن لم يكفرهم كافر. هيقول لك بص الوهابية المكفرتية، فاهم؟ خلينا بقى انتوا ارتعبوا من هذا الباب، هذا الدين أصلا. لأن عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ركن الإيمان. فالذي يقول أن النصارى ليسوا بكفار هو كافر. خلاف عقدي، تنوع عقدي بينه وبينه. تنوع عقدي، مين اللي بيقول تنوع عقدي؟ الضوابط. تنوع عقدي بينه وبينه. الأرض مش واحدة. منطقه. 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 منطق. أنا سأقول قولا واحدا. هات كل اللي عندك في الجريم وكل الفلاحين في الأرض. اسألهم النصراني مؤمن ولا مش مؤمن؟ هيقولوا إيه؟ سيب ده بيقولوا ايه اولا؟ قالوا ايه؟ طب خلاص انت مش في الفلاحين، انت في اسبانيا، انت تحت برج ايفل، هتلاقي واحد فين ابراهيم؟ ابراهيم انت مستخبي ورا ليه؟ قوم عندكم في المنصوره، يعني لو مسكت الفلاحين وهم بيجنوا الثمار وتسالهم النصارى ايه هيقولوا ايه؟ ده كفار ولا كفار؟ شايف اهو ده مش اهو، يبقى انت برج ايفل. ماشي خليك برج ايفل. حازم، حازم معانا هنا. حازم لو سالت الناس في الشوارع النصارى اللي بيقولوا ان عيسى كذا ابن الله، لو قلت حكمهم ايه يقولوا ايش؟ ده من الصينيه، من الصينية. كان ليا زمان من اسكندريه من هنا في الكليه، ما يعرفوش اساسا المشايخ والمشايخ السلفيه، ما يسمعوش عنه. ماشي دول ملناش عبد الله، لكن انا بقول لك انا بكلم حضرتك عنه، ما يسمعوش عنه، ما يعرفش غير رموز معينه لحضرتك. اه بص بص، حازم قال لي كفار ابناء كفار. حصل تلبيس بعد كده،
الناس انتشر فيهم جميعا ان دول كفار. التلبيس بقى لما طلع بعض الملبسين ايه ده ويا جنة حكر عليكم، ودول بقى اصلا انا عندي ايضا ليس لهم عذر، ليس لهم عذر. الشيء الوحيد الذي يعمل لهؤلاء الكتاب يؤتى لقد كفر الذين قالوا الله ثلاثة. لو ما كفرت كفر، لو ما كفرهمش كفر. الان هذه ايه صريحه ما تحتاجش تاويل. شيخ ما تخشش معاهم في المساحه دي عشان هم بيقروا منها، هتقول له سنه ثلاثه بيقول لك انا ما بقولش كده. ابن الله بيقولوا لا بيقولوها 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 ما بيعرفش يقرا بيقولوها. ما بيقولوش انا نزلت نصراني يا شيخ، انا كلمت نصراني كلمه واحده بعض الكتاب ما قولة في مره وقال نادر مصدق ان هو ابن الله. يعني اهو انت ما بتفهمش، ده طلعت البنت ردت على الراجل وبيقول نحن بنحتفل بمولد، قالت له لا هو تدليس مش حاجه اسمها مولد عيسى ده كذا. يتهنئ بالحق مش عايزين تزوير اهو تصريحا. شوف الخزلان، ارايت الخزلان، خزلان ورب العزه خزلان، رضيتهم بهبل وما رضاش هبل بيكم، وقال انا اقول ودوا لو تدن فيدهنوه. نعم خلصنا الاذان. انتوا في هو في حفله، خلينا نكمل بس نكمل الله يكرمكم وبعد كده كيف ما شئتم. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بانه بلغ، الاقرار بانه بلغ رساله. يبقى الاشاعره خرجوا من الباب واتم البيان. من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بانه بلغ الرساله وأتم البيان. خرجوا من ذلك لأنهم يقولون بأنه لم يبلغ، ولا لازم قولهم أنه لم يبلغ ولم يبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبع السبابة اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. وقال أبو ذر ولقد تركنا محمد وتركنا ولقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما من طائر يحرك جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم التي لابد أن تؤدى له محبته، المحبة التامة. وكمال الإيمان الواجب متوقف على أن تحب النبي أكثر من نفسك. كمال الإيمان الواجب متوقف على أن تحب النبي أكثر من نفسك. وهذا طبعا يعرف أنك تقدم محاب النبي على محبك، يعرف ذلك عند الغلبات في النزاع أن تقدم محاب النبي على محبك. قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الإيش الفاسقين، جعلهم فاسقين. قال الله تعالى ما كان أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم. قال النبي والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي ولدي والناس أجمعين والناس أجمعين. قال عمر يا رسول الله أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. ده إيش؟ لا لا ده حب تعبدي، لا تعبدي. قال أنت أحب إليه من كل شيء لكن من نفسي لا. قال لا يا عمر، يعني ما استتم الإيمان كمال الإيمان الواجب عنده، ما استتم كمال الإيمان الواجب عنده. قال لا يا عمر، قال الآن أنت أحب إليه من نفسي. قال الآن يا عمر استتم كمال الإيمان الإيه الواجب. لكن ركن الإيمان ليعرف به المسلم من الكفران هو أصل محبة النبي العدنان في القلب في الجنان، أصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنان. فهمتم؟ لا والله ما فهمت. فهمتم؟ طب اللي فهم يرفع ايده. هختار بقى من اللي فهم يقول لي فاهم ايه. اختار ولا بلاش؟ اختار؟ هات قشطة. ما فهمت. حب يقدم على حب. ده 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 الإجمالي، عشان كده أنا أقسمت إن أنتم ما فهمتوش. طب هات. جدا انت فهمت شاطر ما نريد. نقول حب النبي اصل طيب ومكمل، والمكمل مكمل واجب ومكمل
مستحب. أصل محبة النبي في القلب إن نزعت نزع الإيمان، لأن في قولي ذاق طعم الإيمان، في قولي لا يؤمن يعني يؤمن الإيمان الإيه؟ الكامل. أصل محبة النبي هو أصل الإيمان، إذا نزعت نزع الإيمان. يعني واحد جاء وكان صديقي قال لي بص أنا أريد أبوح لك بشيء، قلت له تفضل. قال أنا ممكن أعمل السنة لكن حبه لا، والله العظيم أقسم بالله لا. قلت له نحي نفسك عني. قال لي ليه؟ قلت له عشان أنت كافر. قال لي انتوا كده شفت اهو، شفت انتوا كده كفرت البشريه. فقلت له طبعا بالعقل بينت له. فقال لي ما افعل؟ قلت له لابد الان ان تجعل قلبك ممتلئا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. هو بيتبع بيعمل بالسنه وكافر لانه مش بيحب النبي. كيف يعني ايه كيف؟ الاتباع علماء وانا قلبه. لا شوف بس الاتباع فرع عن المحبه، ايه اللي دفعه اللي هو لا لا مش فرع، ممكن اتبع مجبرا زي اللي بيمدح عشان ياخد الدراهمات. فرق بين المدح والمدح والحمد لا موجود. قال انا ممكن اعمل بالسنه ماشي اعملها، هعمل سنة. تقول لي سواك هستخدم السنه ما بحبوش، اعوذ بالله. قلت له كافر. فلذلك احنا عندنا الرسمه تكون عشان تعرف اركان الايمان. اصل الايمان اصل محبه الانسان في القلب، هذا اصل الايمان. وفيه مكمل واجب، والمكمل واجب ان تقدمه على ايش؟ على نفسك. ومكمل مستحب بقى ان يمتلئ قلبك لا تعرف شيئا الا النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي بيتكلم؟ يعني هو ما بيحبش النبي نفسه ذاته. يعني شوف بقى، قل لي اي قلب ربنا خذله بهذا الخذلان. مصيبه كبرى يا اخي. طب انا قل لي مين اللي بيحب النبي وعمال يستهزئ باصحابه؟ مين بيحب النبي وبيطعن في مراته؟ مين اللي بيحب النبي؟ ما تفهموا يا جماعه، هذه كلها دلاله واضحه عندكم. في هذا كل من ادعى محبه النبي بيحارب اللي بيحبوا النبي. يعني واحد بيقول لك اللي اعوذ بالله الملتحي فلان، الله 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 الله، يا ابني انت مالك مال فلان ده؟ انت بتبغض هيئه النبي. اللحيه دي هيئه النبي، لما تبغضها يبقى بتبغض ايه؟ هيئه النبي. يبقى حقيقه امرك نرجعك صح، ان انت مش بتبغض الناس اللي اساءوا للحيه واساءوا، لا انت بتبغض مين؟ الاصل صاحب الهيئه. بقول لك منكوشه وبعدين المكانس وكلا، هو ده بيتقال في هذا الباب. يبقى انت بتبغض النبي صلى الله عليه وسلم. الله جميل يحب الجمال. ما شاء الله. كنت سمعت شيخ التأويل حديث زال الامام الخطابي قال سيدنا عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا انت احب الي من كل احد الا من نفسي، فقال هذا حب شرعي او جبلي. خطا، ولو كان جبليا ما خطاه النبي، ما قال له ما اكتمل الايمان عنده. حب تعبدي، حب تعبدي. نعم جبلي جبلي الجبلي ماله الجبلي؟ يحب نفسه يعني اكثر من اي احد. هو ممكن انسان اصلا جبلي يحب نفسه فوق اي حد، فان حضرتك لكنه لازم وجوبا يطوع قلبه ان يقدم النبي عليه. هنا في فرق كده بين التعبد والجبلي في حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كده الاثنين مجموعين؟ ان لازم الجبلي مجموعين. هو انت اصلا في هذا الباب قلبك لتحاسب عليه، تحاسب على ايش؟ التعبد، على التعبد. فانت هنا مامور شرعا ان تجر قلبك حبا لله تعبد. وجبلي ليه بقى تحبه؟ يعني ايه الخطا؟ واصلا انت الجبلي انت ما انت مفطور على حب الله يا ابني، وحب كل ما يحب الله ده اللي فعلاه. قال خلقت عبادي ايش؟ حنفاء. اي واحد يتكلم عن غير كده اقول له انت فطرتك منكوسه معكوسه. فجاءتهم الشياطين فاجتلتهم عندي. نعم. ومن ذلك من حقوق النبي تعظيمه وتوقيره، تعظيم شخصه، كما حدث من الصحابه الكرام. مغيرة بن شعبه يجلس وعوره بن مسعود ياخذ بلحيه النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه. العرب تأبى ذلك. توقير الكبير يعني لا تأبى انك تاخذ بلحيه، فبياخذ بلحيه النبي يقول ارايت احدا فعل ما فعل بقومي مثل ما فعلت؟ انك تقطع يدك بايش؟ تجدع انفك بايه؟ بيدك. وجد السيف، قبيعه السيف على يدي. نزل. قال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة. قال اي غدر ما زلت انافع. كان خاله. ما هو طبعا قتل اربعه خمسه كانوا معاه وخد فلوسه. وكان في الجاهليه تمتع بالمال، راح للنبي وقال له هذا المال. قال اما الاسلام فايش؟ اما المال فلا. قتل كل من معه، والتاني طالع عمال يدفع دية هنا ودفع هنا دية. فقال اي غدر ما زلت في غدرتك على يوم الناس هذا؟ قال اخر يدك على لحية رسول الله. تعظيم، تعظيم. ابو بكر لما جاء شعاع الشمس على النبي قام،
قام مسرعا واخذ الثوب وظلل راس النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم الناس جميعا من المدينه انه كانوا عمالين يقول هو ده ابو بكر، طب هو ده النبي، هو من مش عارفين. فلما ظلل راس النبي مسرعا علموا ان المظلل هو مين، هو النبي. شوف تعظيم وتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يظنوا ان ابو بكر اسمر والنبي صلى الله عليه وسلم اسود ليس به شيء، وكان اصغر منه، ابو بكر كان اصغر. عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما قال فلما اسلمت ما استطعت ان احد النظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم هيبه له، لو سالتني ان اصف لك ما استطعت الى ذلك سبيل، من تعظيمه وتوقيره يا ابي وامي. عروه بقى هو كافر يمثل لك كيف كان التعظيم. قال له ايها الناس ارجعوا، ما لكوش دعوه بهذا الرجل، وده نصح امين، ارجعوا. انا اتكلم عن خبره وممارسه، قد وفدت على ملوك كسرى وقيصر، نعم، ما وجدت احدا يعظم احدا مثل ما يعظم اصحاب محمدا صلى الله عليه وسلم. ما تكلم الا وكان على رؤوسهم الطير، وهكذا كانوا يفعلون مع مالك ومع عبد الرحمن بن مهدي ومع يحيى بن معين. قال وما تنخى من خيمه وقعت في يد احد الا دلك فيها وجهه وجسده، وما توضا وضوءا الا تقاتلوا عليه تبركا يعني به. ما رايت احد يعظم احد مثل ما يعظم. وطبعا هو اخذ دش جاي قوي لما قال له اني ارى حولك اشوابا من الناس اخلاطا يعني او اوباشا سيفرون عنك عما قريب. طبعا اخذ ما لم ياخذه في حياتي باسرها. فقال ابو بكر نحن نفر عن رسول الله، امصص بدر اللات. كلمه قويه جدا جدا. قال امصص بدر الله. طبعا هو انتبه، قال من هذا؟ قال ابو بكر. قال لولا يد لك عندي ايش ما كفاتك لا لرددت عليك. طبعا يد لك عندي، اخواننا الاشاعره هيقولون قطع يده ايه ووضعها في جيبه وماشي. شوف اليد اللي عندي دي انا صح لا. فقد بقى شفت اهو الاشاعره يقولون شفتوا انتم مغفلين مش فاهمين اللغه العربيه، اهو لولا يد عندك. انت بقى تقول لي ابو بكر قطعها واعطاها له كانت في جيبه راح جاي بيها، ولا بقى يد هنا نعمه؟ نقول السياق من ايش؟ من المفسرات. تفضل حبيبي، السياق من المفسرات في هذا الباب. ولذلك نحن نقول لا نرفض التأويل كلية ولا نقبله كلية، إن دعت القرينة فنحن معك ونقول بها. هذا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى أيضا تعظيم النبي في قلوب أزواجه لما سألناه النفقة خيرهن الله جل وعلا. خلاص التخير بقى، قل إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. لكن انظر بقى الحب وتملك الحب من القلب. النبي لما دخل عائشة ماذا قال لها؟ إني سأذكر لك أمرا فلا تتسرعي فاستأمري أبويك. قالت علامة، يعني إيش اللي استأمر فيه؟ هو طبعا العلماء قاطبة اتفقوا أن النبي قال ذلك لعائشة خشية عليه حتى لا تخسر نبيها، والنبي بيحبها ويردها معه. شوف انظر بقى مكانتها. فقالت وأي أمر أستأمر أبوي فيه؟ فقرأ عليها الآيات. فقالت أفيك أستأمر، شوف الفقه إيه ده، ما هذا الفقه، بنت 13 14 سنة، أفيك أستأمر أبوي يا رسول الله، اخترت الله ورسوله. ثم قال لها لا قالت له لا تخبر أحدا بما اخترت. شو برضه الدرجة. قال لها ما بعثت متعنتة، سأقول لكل واحدة أنك اخترتيني عشان هي كمان إيه تختارني في هذا الباب. فهذا تعظيم النبي ومكانة النبي بين أزواجه بين أصحابه. مكانة النبي عند الله تجعلك تعظمه وتوقره، والأمر بذلك في الكتاب، بتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. ومن تعظيمه ألا تناديه باسمه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. أيضا من تعظيمه كشخص لا تقدم نفسك عليه بحال. ومن تعظيمه كما قال الشافعي بعد موته تعظيم سنته. هنا النقطة الفاصلة، هنا النقطة الفاصلة، من تعظيمه تعظيم سنته. ومن تعظيم سنته أن تقدمها على قول أي أحد كائنا من كان. وهذا الذي قلناه أنك تقول له قال رسول الله، واجب عليه أن يقول إيش السادة والسادة، ولا يقول سمعنا وأطعنا سمعنا وطعنا. ابن تيمية قال أجمعت الأمة على أن من تعلم وقلد على مذهب ثم ظهر له الدليل وجوبا يترك المذهب ويأخذ بالدليل.
ذكر لابن تيمية أنه يريد أن يغير المذهب لكثرة مخالفة الإمام وحنيفة السنة، فقال له دعك فإنك إن ظهر لك خلاف ذلك لا يجوز لك اتباع المرجوح للراجح ومخالفة الراجح، وإن ظهر لك الحق فأنت متبع للدليل لست على بحنيفة. فذكر له أنه الاتباع للدليل ليس للمذهب، وهذا صحيح وهذا الأصل، وهذا صحيح وهذا الأصل، وهذا من تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. صحة العبادة منوطة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ولا تبطلوا أعمالكم وإن تطيعوه تهتدوا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. وقال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لذلك الصحابة الكرام كانت تهتز أركانهم إن وجدوا مخالفة للنبي. أبو بكر نقل عنه كلام عظيم جدا في هذا الباب، قال: أخشى أن يزيغ إيش قلبي إن حدت عن سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخشى أن يزيغ قلبي. وهذه لابد أن تؤسسها أن ترك السنة يتبعه زيغ القلوب. ترك السنة يتبعه زيغ القلوب. ولذلك ما عظم أحد السنة إلا ملأ الله قلبه إيمانا وملأ القلوب تعظيما له. تعرفون مالك كانوا يجلسون بين يديه كأن على رؤوسهم الطير، وكان إذا مشى هابه كل أحد. ولما دخل على هارون الرشيد وهو جالس هكذا ومعه مع أبو يوسف، قام الإمام مالك قال: أين يجلس الإمام؟ بيقول لمين؟ ده هارون الرشيد اللي هو في منزلة عمر بن عبد العزيز في زماني في الأمويين. قال: أين يجلس الإمام؟ قال: يجلس الإمام على كرسي الخليفة. وقام هارون وأخذ مالك ووضعه على، فكانت له هيبة عظيمة. قال العلماء: هيبته هذه كانت لأنه كان يعظم السنة تعظيما كبيرا، حتى أنه كان يمشي في المدينة حافيا. لما سئل لما قال: تعظيما لصاحب القبر، تعظيما لصاحب القبر. شفع كان يقول لإسحاق: ليتني بك طفلا صغيرا أقول لك قال رسول الله وتقول قال فلان وعلان. لا، قال رسول الله سمعت وأطعت. ولذلك قال: أرأيت في وسط النار أرأتني خرجت من الكنيسة يقول قال رسول الله، ماذا أقول بعد ذلك؟ ولذلك اشتهر عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو إيه؟ مذهب. وده صح عن أبي حنيفة أيضا. ولذلك أبو حنيفة قال: إن وجدتم قولي خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ما في كل يأخذ بقولي ورد إلا صاحب القبر. فتعظيم السنة، ومن تعظيم السنة تدريسها. والأخ بيقول لك: لا يحل لأحد أن يتكلم بالسنة. يا مغفل يا ابن الراجل الطيب الذي أصابنا مصاب بإنجابك عشان تتعبني. بيقول لك: لا يحل لأحد أن يطلع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مش أنتم ومؤسسة كبيرة، بغض الطرف عن إيه، بغض الطرف عن التصريح بها، كانت تقول: ما في شيء اسمه سنة، خلاص السنة خلصت. إن كانت رواية فقد دونت، وإن كانت دراية ما فيش غير الأئمة الأربعة اللي بيفهموها والباقي كله بهايم. يعني خلق الله البشرية بأسرها في جهالات عماءة الجهل إلى يوم الدين، غير الأئمة الأربعة بس بيفهموا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ذلك، قالوا عداوة للسنة، عداوة ضريرة. مش نفى الكتاب بطريقة، يعني أنت أزكى أخواتك بتقول نفى ده نفى كل الدين يا ابني. نفش هذه، نفى الدين كله. هي الدين ايه غير سنة؟ الدين ايه غير سنة؟ ومن تعظيم السنة تعظيم نصها وإن لم تفهم معناه. هذا قول النبي: فقف معظما لا تكن معارضا. فالتعظيم هنا وإن لم تفهم المعنى لا تعارض، لا تعارض بهوى ولا تعارض بقول أحد كائنا من كان. ومن عظيم حق النبي على الأمة تعظيم من عظم السنة ونصرة من نصر السنة.
ودي اللي احنا مش فاهمينها خالص، وده الولاء والبراء. تعظيم من عظم السنة ونصرة من نصر السنة. ومن حقوق النبي على الأمة كثرة الصلاة والسلام عليه. كفأ في كثرة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي قال أجعل لك ربع صلاتي شطر صلاتي، أجعل لك صلاتي، قال إذن تكفى همك ويغفر لما. ومن حقوق النبي على الأمة حرمة الغلو فيه. هو بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ينسى، وممكن يحكم بين اثنين أحدهما ألحن من الآخر فيحكم بالظاهر. بشر من البشر، له رتبتان بأبي هو أمي، رتبة النبوة بتعظيم وتوقير ونصرة واتباع وانقياد، ورتبة البشر هو بشر ليس رب يعبد من دون الله بل هو عبد. ولذلك قال إن سلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، لا تطروني كما أطرت النصارى النار، ولكن قولوا عبد فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال الله تعالى إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان أرجو لقاء ربي فلا عمل صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا أنت سيدنا قال إنما السيد الله، ولما أكثروا قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. طبعا عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله، أن تقول هو عبد ليس ربا يعبد من دون الله وهو رسول يوقر ويعظم ويتبع، هذا الجمع بين اثنين بين الآباء العبودية والرسالة، لتنظر إلى النبي بالرتبتين لا رتبة واحدة. عبد لا يعبد رسول لا يكذب بل يتبع وينقاد ويطاع. وعن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فراجعه في بعض الكلام فقال ما شاء الله وشئت، قال له بئس خطيب الأمة أنت، أو قال له أجعلتني لله ندة، قل ما شاء الله وحده حسم المجد. وصور الغلو في النبي كثيرة وأجلاها عند أصحاب المطوحة، أنه خلق من نور وأنه لا ظل له، وأن الله أنقذ آدم بدعائه بإيش بمحمد، قال توسل لك بمحمد أما لما رآها على باب الجنة ما نسأل الله العفو والعافية، نعوذ بالله من الغلو. ومن ذلك البصيري، ومن جودك الدنيا وضراتها، ومن علومك علم اللوح وإيش والقلم، يعني ما ترك لله شيئا، ما لي سواك، ها ما لي من ألوذ به يكرم الخلق، صح ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث الإيش سبحان الله، يعني لما يعم البلاء ما فيش حد هيرفعه غير النبي صلى الله عليه وسلم. طب الله يعني ماذا يفعل الله جل في علا العباد؟ أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله. هو أفضل من ملك أصلا، هو أفضل من ملك. تبقى مسألة أخيرة ونختم هذا الباب، هي رؤية النبي في المنام، ورؤية النبي يقظة، ورؤية النبي لله جل في علا. طبعا ألا تعلم الرجل الذي يرى ربه نبيه، ألا تعلم أن هناك من رد مقابلة النبي، عرضوا عليه المقابلة فهو خاف تورعا فأبى أبى عايشين مع ناس متململة بالجنون وبالعتة، قال له أنا الدليل ساخرة أنا ده هو الدليل هو الدليل ماشي على الدليل، ما بقول لك أعمل إيه، هشوف مين بعد كده وقعد مع مين بعد كده، ما خلاص رفض لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. رؤية النبي في المنام ثابتة، قال إن سلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. وفي رواية من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، هذا الذي يتمسكون به، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. ابن سيرين يقول كل هذه الأحاديث مؤولة على إيه؟ على على رؤية صورتي حقا. تعرف الذين كتبوا لك وصفه فان طابق الوصف يبقى حقا انت رايت النبي صلى الله عليه وسلم. دي خلاص تاويلها ساتي،
لكن انا بتكلم على انه هذه الحديث قائمه على اساس انه وراه راى صورته التي كان عليها. نعم. وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في النوم فقد رآني، فانه لا ينبغي للشيطان ان يتشبه بي. هذه الحديث كلها دلت على انه جواز رؤيه النبي في المنام، لكن في ضوابط هنا عندنا عند اهل السنه والجماعه. اهل السنه والجماعه يقولون ان الضوابط انه لا يامر بشرع فيتعبد به ابدا. لا، انت اصلا بتطلع على هلال رمضان وجاءك النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لك ان 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 الغد من رمضان. باجماع المسلمين لا احكام ترتب على المنامات الا اهل المطوحه. اهل المطوحه اصل اصول الادله عندهم المنامات، مفهوم؟ فلو جاء النبي وقال لك غدا رمضان لا يؤخذ به، وليس لك ان تامر الناس بهذا، لكن يمكن ان ترى يرشدك على فواصل مسائل مختلف فيها، فاهم؟ ولا تجزم ايضا، ولا تجزم ايضا. فاذا الاحكام ليست مبنيه على المنامات. هذا الضابط الاول. الضابط الثاني ان رؤيه النبي ليس كل واحد يجي يقول لك وسمعت كلام النبي ورايت نورا وانت ما رايت النبي. رؤيه النبي ان تراه على صورته التي كان عليها. ولما يقول الانسان ان الشيطان يتمثل به، معناها عند اهل السنه والجماعه يعني يتمثل بايش؟ بغيره. كيف يعني؟ يعني ياتيك بصوره غير صوره النبي يقول لك انا النبي، يدلس عليك. يدلس عليك، يقول لك انا النبي وامرك. عشان كده انت تلاقي واحد يقول لك ورايت النبي من غير لحيه، طب رايت النبي مش عارف بشعر غاسع والعباء، كل ده الشيطان بدله وجرافات، بدله وجرافات. فانا اقول له اصلا انت ما رايت النبي. صحه رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ان تراه ايه؟ تراه على صورته كما قال ابن سيرين. الامر الثالث او الضابط الثالث في هذا الباب: ما معنى من رآني فإنما قد رآني فالشيطان يتمثل به؟ معناه أنه إذا رآه على هيئته الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بشكل النبي صلى الله عليه وسلم. يتشكل في أي أحد لكن لا يستطيع أن يتشكل بشكل النبي صلى الله عليه وسلم. يتشكل بغيره ويقول لك أنا النبي، يكذب عليك. نعم، صدق هو الكذوب، مفهوم؟ مسألة رابعة هو: ما معنى من رآني في المنام سيراني في اليقظة؟ طبعا أولها أصحاب المطوحة أنه يراه في الدنيا، والنبي أصلا مش في الدنيا. النبي ليس في الدنيا اصلا، النبي في دنيا اخرى، في 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 برزخ بين الدنيا الحد دنيا وحياه اخرى، في حياه اخرى. وهذه حياه غيب الذي علينا فيها ان نقول سمعنا واطعنا ونعتقد ذلك فقط، لكن هو غير موجود في الدنيا. هو ليس موجودا في الدنيا، هو في الحياه في الحياه اوائل الحياه الاخرى، في حياه البرزخ. الله تعالى قال: انك ميت وانهم ميتون. قال: وما محمد رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يبقى اذا هنا رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في المنام: فسيراني في اليقظه، يعني سيراني في عرصات يوم القيامه او يراني في الجنه. ولذلك بعض العلماء فسر ذلك ان رؤيه النبي بشاره الى ان يكون صاحبها من اهل الجنه. يا رب اجعلنا النبي على هذا البشاره يا رب امين. لا 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 لا، فيكون هنا رؤيته في اليقظه يعني يراه في عرصات يوم القيامه، ويرى يشرب من حوضه، سيراه في الجنه. وده قال النووي وغيره ان فسيراني في اليقظه يعني سيراني في الجنه، سيراني في الجنه، يكون مرافق لنفسه في الجنه. فقالوا: ورؤيه النبي قد تكون بشاره لصاحبها انه يكون من اهل الجنه. اما ما قاله هؤلاء بان أن فسيراني في اليقظة يعني يسلم عليه في اليقظة، هذا ما قاله إلا المخرفون. نعم شيخ. في الجنة وهو يراه، هو سيراه أصلا، هو سيشرب من حوضي ولا يراه. ها؟ فهي في هذا الباب. هم قالوا فسيراني في اليقظة على التشبيه والتمثيل في هذا الباب. ولكن قيل أيضا من التأويل أنها لأهل عصري فقط. واحد ينام وسيرى يكون في يذهب يرى عيانا. قيل في اهل عصره فقط، وهذا ايضا قد يكون مستبعدا. يعني كان ده خاص باهل عصره، لان هم اللي ممكن يروا. واحد كان في مكه نام شاف النبي صلى الله عليه وسلم راح المدينه رآه. واحد كان في الطائف قال انا رايت رجلا كالقمر، هو ده النبي، طب يرحل فيراه. مفهوم؟ نعم. وهذا ايضا في استبعاد. ولكن كما قلت بعضهم قال هذه فيها دلالة أو بشارة على إيش؟
على نو قد يكون من أهل الجنة، قد يكون من أهل الجنة. يبقى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه هذا من باب التطبيق، والخلاف الذي وصل منهم من باب التطبيق مش من باب التأصيل. هل رأى ربه أو لم يرى ربه؟ هذا من باب التطبيق. الخلاف الذي جاء عن الصحابة من باب التطبيق لا من باب التأصيل، لأن الجميع يقرون برؤية الله جل في علاه. مفهوم؟ الجميع يقولون بذلك، لكن الخلاف طيب هل ممكن يرى في الدنيا ولا لا؟ أما التجويز فهو يمكن أن يرى، لكن الأبدان والعيون لا تستطيع أن تتحمل رؤيته في الدنيا. ولو لم يكن ممكنا لما سأله موسى رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر، علق الأمر على مستحيل ولا على ممكن؟ ممكن. ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. أما النبي لما قال له رأيت ربك قال نور أن أرى، هما تصحفت عليهم إني أرى، نور إني أرى، وأول قول الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. كل هذا سئلت عائشة عنه فقالت لقد قف شعري مما تقولون، من قال بأن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال الله تعالى لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار، وإن كان الدليل أعم من الدعوة لكن عندنا دليل خاص في هذا الباب. قال إنكم، والمخاطب ينزل تحت إيش الخطاب، إنكم لن تروا ربكم حتى تموت، إنكم لن تروا ربكم حتى تموت، وهو فيهم بأبي هو أمي. فحقيقة الأمر النبي لم يرى الله، رآه مناما فقط، والدليل على ذلك حديث رأيت ربي في أحسن صورة. قال يا محمد أتدري فيما يختص المال الأعلى؟ فقال قال لا أدري. قال فوضع يده على صدري حتى وجدت برد أنامله، فقال في الكفر في الدرجات والكفرات إلى آخر الحديث. وهذا ختام لباب الإيمان بالرسل. يبقى لنا شق آخر في العقيدة وهي الأسماء، كيفية التعبد بأسماء الحسنى وصفاته العلى. هذا نعطي فيها قواعد وبعد ذلك نعطي على خمسة، أنا اخترت 9 أسماء لكن يظهر أننا سنأخذ اسما واحدا نعيش معه كيف يكون التعبد، وهل النبي يعني رسم لنا هذا أم لا، وهل جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هذا أمر يأتي بإذن الله تعالى. لكن العقيدة بهذا يكون الشق الأول، والله الحمد لله قد انتهى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل أحسن الله لكم شيخنا فضلا، هل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله اللهم صل على نبينا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك؟ نعم، هذه نوع صلاة، ولكن أفضل الصلوات 6 صيغ، منها اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى بيتي وذريتي، منها اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. دي أوسع الصيغ صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل هذه أيضا جائزة اللهم صل على نبينا محمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما؟ لا أن يقول بذلك. يقول هل من شيء من تكفيف اللحية لأنها لم تخرج بوجه مكتملة؟ ماذا سيفعل؟ هو لحيته خفيفة، هل يحط إسبرين عشان يكتر اللحية ولا يسيبها زي ما هو؟ لو عنده أي شيء يجعلها تستوي دون أنه يأتي بجانبها له ذلك. شيخنا فيه واحد لحيته تطلع هنا وهنا، خلة ربنا وإزاي جاي سيدنا بعد قيس بن سعد بن عبد الله. انا من الناس اللي ما كانش ليها لحيه اصلا، وفضل الله شرف في زمزم الدنيا. الله رضي الله عنك، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ايه الجمال ده، اذهلت نادرا. بص جايب يا سعيد هادي مش ممكن. ابو جودي ليه تعقيب يا شيخ؟ ايه ابو جودي ايش اللي عندك؟ ايه تحقيق بدل عايز يستحمل؟ خلاص بقى ما نخلصه. اتفضل شيخنا. انا اول حاجه طبعا عايز اشكرك. اتفضل. احنا كنت الاول اسئله صدق الصد الشعالي عشان في ناس كتير بتسالني، بس طبعا يبقى الاخوه تسكت، احنا قلنا مش فصحى، دي اجابه اسئله الله يهديكم. طيب
يقول هل يجوز ضرب المثال لتوضيح علم الله سبحانه بالمدرس الذي يعرف درجات الطالب وأداءه قبل أن يختبره؟ طبعا هو يجوز ضرب هذا المثال، لكن هذا مثال اعتزالي والناس كلها طارت به إلى الآفاق، لأنه قال وهو عارف إن ده جيب 90 وده جاب مطابق، فهو اللي أصلا اللي أعطاهم ذلك وعلمهم ذلك، وده طبعا كان مثل الشيخ الشراوي، وده مثل اعتزالي أصلا، مثل اعتزالي. معلش في الاعتزالية، هو أصلا أثبت العلم يثبت إيش؟ خلق الفعل. فضل. نعم. يقول هل يجوز عملية التجميل لمن ولد بشيء في شفته لا تؤثر على شيء في حالة بقائها على حالها؟ الشفة إن لم تكن على أصل الخلقة له أن يعمل عملية تجميل ليردها لأصل الخلقة، غير كده ما يجوز. كل حاجة والأنف والأذن وكل حاجة؟ يا نعم، إلى أصل الخلقة. يقول هل الفلسفة مثل يعني واحد سنانه كلها راكبة على بعض يعمل عملية تقويم تجميل مناخيره طويلة شوية، دي هي أصل الخلقة. صبع زائد دي كل ده ممكن يتعامل عمليه التجميل لاصل الخلقه، لاصل الخلقه من 6 أصابع له ذلك. يقول هل الفلسفه مثل المنطق؟ يتلازمان ويتفاسدان. ما طبعا هو الاصل عندهم. والله خراب عقله وقلب يا شيخ، خراب عقله وقلب. ولو المنطق تستقيم الفلسفة بالمنطق يجعلون له قوالب وقواعد، فاهم؟ يقول نريد شرح كتاب للصفات وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ليتزداد محبتكم إن شاء الله. الشمائل تفعل ذلك. يقول كيف التجرد في كتب العقيده التي تم شرحها؟ كيف التجرد ايه؟ كيف التجرد في يدخل في المكه العقديه؟ التدرج موجود. طب دلوقتي الاخوه دي بتعمل ايه؟ انتوا واقفين على اساس الهدوء ماشي. يقول لي معاصي كثيره وانا لا افقه كيفيه التعامل مع المعاصي، لانني كلما اعصي ربي سبحانه مفرط أوجز ما يقال لك أتبع السيئة الحسنة تمحوها. كلما وقعت في معصية أدي طاعة في نفس الوقت. شيخنا نادر بيسأل حضرتك لو هو في جنازة وركب عربية وراح مع الجنازة أفضل ولا إيه؟ يعني نادر الركوب له أفضل. يقول حكم من حكم امرأة يأتيها رجل عنده دين وخلق وطالب علم ويعظم السنة ويدرس السنة ويعلمها وينشرها بين الناس ولكنها لا تقبله وترفضه، هل تكون بذلك لما لا تقبله؟ زهدة أو فقير. زهدة فيها هي فقيرة أو فقير؟ أو فقير. هذه امرأة مخبولة، هذه امرأة مخبولة مهووسة مهروسة لا تباع بهريسة. من لم يعرف قدر طالب علم لا قدر له. إن جاءكم أن ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لا ما حصلش قبول، ده أمر آخر. عشان كده أنا سألت، بيقول فقير بيقول هذا كله. اسمعني، كل هذه عوارض ليس لها شأن فيما نتكلم فيه. امرأة وردت منه ما ترد من قبول المرأة للرجل، وبعد كده أنا فعل إنه هيعيش في شقة في غرفة واحدة ما أريد. أنا لا ألوم عليها في مسألة النظر في التوسعة، لكنها أن ترفض من جاء بوصفه على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، هذه امرأة مقبولة. حتى لو كان الشكل غير مقبول لديها؟ لا خلاص، القبول أهم شيء يا عم الناظر. الله دي كيف هتقبل عليه؟ كيف هتمتعه؟ يعني هو أصلا بتنظر إليه بتموت، لن تكمل له ايش حقه، لن تعطيه شيئا ولو اعطته ملل، لكن كانت تحبه وهو تراه وسيما قسيما لا هذا انتهى الموضوع. جربتي نوبي سمار اللون قتل قلبي. انا قلت له يا ابني اسمعني ميلي بالراحه، اسمع بس مني يا نادر.
خليك مع النوبة ستربح ربحا لا تدريه ولا تعلمه. أي كدولي ما بقول أي كدولي يا نادر. هل يجوز الاستدلال على النسخ بمفهوم المخالفة لقوله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي؟ يعني أردت أن تقول بأنه لا يكون إلا من إيش؟ ما فين بقى فين وجه النسخ هنا؟ التبديل؟ ها؟ التبديل؟ ها؟ الله أعلم بما ينزل. قالوا إنما أنت نعم قد استدل بها. يقول هل نقول لكل الرسل عليهم الصلاة والسلام أم نقول عليهم السلام فقط؟ نقول عليهم الصلاة والسلام. يقول رجل باع تقسيطا فتأخر المشتري في السداد فأراد أن يعوض البائع عن التأخير بدون شرط مسبق لدفع الضرر هل يجوز ذلك؟ يعني المشتري هو اللي سيعوضه دون شرط مسبق. يعني المشتري ولا سفر؟ نعم خيركم أحسنكم قضاء يجوز. طيب أيوة يعني المشتري أراد أنه يعطيه زيادة على التأخير وهنا اتكلمنا أردب أراد أن يعوض البائع. نعم. يقول الأذكار المطلقة هل هي محصورة بعدد وما هي كلها؟ ماذا قلت؟ الأذكار المطلقة هل محصورة بعدد؟ الأذكار لا لا ليس محصورة بعد. هتدخل في عم قولي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يقول الأشياء التي تعين على عدم سرعة الغضب تفصيلا بارك الله فيك. الأشياء التي تعين على سرعة الغضب على عدم سرعة الغضب والله يا كثر ذكر الله جل في علاه ترتيب القلب بذلك. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.